وفي هذا الشأن أكد سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة، أكد على الدور المهم للعمل البلدي بشكل عام وبما يتم اتخاذه من خطوات متقدمة للنهوض بما يتماشى والخطة الوطنية. لا شك أن هذا الفوز يعني لنا الكثير في وزارة شؤون البلديات والزراعة، والذي يؤكد الدور المهم للعمل البلدي بشكل عام وبما يتم اتخاذه من خطوات متقدمة لتطوير العمل البلدي وأهداف التنمية الشاملة والتي تتماشى مع الخطة الوطنية للتشجير، وهي أحد أهم المبادرات لالتزام مملكة البحرين للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060. إن هذه الجائزة نتاج عمل مختلف كوادر وزارة شؤون البلديات والزراعة وشركائها من القطاع العام والخاص والقطاع الأهلي ضمن فريق البحرين، والتي تهدف إلى زيادة عدد الأشجار في المشاريع البلدية والحكومية وتشجيع الشراكة المجتمعية لزيادة الرقعة الخضراء والسياسات الداعمة للتشجير.